كل سنة وحضراتكم طيبين. 70 سنة على ثورة 23 يوليو 1952، ثورة اللي كل الحديث عنها هو حديث عز وفخر وكرامة، ثورة ردت للمصريين أرضهم ورجعت الفلاح المصري أرضه وحقه في أرضه، ثورة يعني صنعها الضباط الأحرار أبناء الجيش المصري، الجيش اللي طول عمره على مر التاريخ هو الداعم الأول والأخير للشعب المصري، واللي دايما بينحاز لإرادة الشعب المصري ايا كانت الحسابات وايا كانت الظروف. الجيش اللي بيعتبر هو العمود الفقري للدولة المصرية وللشعب المصري، واللي دائما ما بينحاز لإرادة الشعوب. الحقيقة انه كل الحكايات اللي احنا سمعناها عن ثورة يوليو هي حكايات يعني نصر وعزة وكرامة وفخر، ودايما يعني بنكون على يعني مر الأجيال حريصين ان احنا نتكلم اكتر عن ثورة يوليو ويعني نحتفل بثورة يوليو المجيدة اللي يعني كانت ليها إنجازات على كل الأصعدة في الحياة المصرية، لو بنتكلم على ناحية سياسية وناحية الاجتماعية وناحية الاقتصادية، فيعني إنجازات عديدة لثورة يوليو. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويعني زي ما كنا بنتكلم عن الجيش المصري اللي دائما كان بينحاز لإرادة الشعب ويعني قائم على يعني تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن، يعني جيش شريف وطني يحمي هذه البلاد ويحمي أمنها القومي. وزي ما قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إيد بتبني وإيد بتحمل السلاح. النهاردة كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في تهنئته للوطن العربي وللشعب المصري بثورة 23 من يوليو، قال إنه تاريخ القوات المسلحة المصرية هيظل كعهده دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك هذه البطولات هي ثورة يوليو المجيدة. وتابع سيادته خلال الكلمة اللي وجهها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، إنه هذه الثورة كان لها تأثير كبير على العالم كله، وإنه الشعب المصري استعاد خلالها حقوقه المشروعة. خلينا نسمع جزء من كلمة السيد الرئيس ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة 23 من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه، اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة. إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها. فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجراً جديداً، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب.